السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس. اليوم جبت لكم نوض غوسات نشحت الدموع عليها. هذه الغوسات معروفه بزاف، كاين بزاف اللي يعرفوها، هي المتقبه ولا المبسس، ديروها جينيرالمون لي زالجيغوا. دونك فوالا، ما نطولوش، ندخلوا ديريكتومون نشوفوا لا غوسات. هاد لا غوسات تحتاج العسل، دونك انا ما كانش عندي، دونك بريباريتو في الدار وراح نشوفوا. دونك سي لوكازيون باش نشوفوا كيفاش نبريباريو العسل في الدار مع بعض. دونك لهاد لا روسيت استحقيت كيلا تاع سكر، دونك زدت لها مغرف كبيره تاع سيترون، دونك كسرتها مليح باش ما يتحرقلكش، وتخليها تذوب على نار هاديه. دونك ما تشعليش النار بزاف، خلي حتى السكر يذوب كامل بلا ما يتحرقلك، ويعطيك اللون اللي بغيتيه. دونك يعطي لك اللون اللي بغيتيه صفر خليه صفر، الا بغيتيه يحمر لك شويه خليه يحمر لك. ومن بعد كي تحصلي على اللون المناسب زيدي له نص كاس ماء دافي، وكي تحطيه على العسل بالك يطر عليك. دونك تخليه على النار حتى يتقل لك العسل تاعك ويبدا يطلع لك هادو الفقاعات. ومن بعد هنا عطريه بالمزهر تاعك، انا درت له زوج مغارف، تديري لا كونتيتي اللي تحبيها فيه، وخليه هكا حوالي 5 دقائق حتى يتغلى لك وتحصلي على السيرو اللي بغيتي انتيا. وهكذا نجوزو مباشره نشوفو طريقة تحضير العجينة. العجينة تاع المبسس انا درت 3 كيلات سميد متوسط، ما ديريش هذاك الخشين كامل وما ديريش هذاك الرقيق، لازم ديريه بسميد اللي طيبي به المقرو تاعك. انا جينيرالمون ندير لا مويان. دونك زيدي له مغرف كبيره تاع فرينه، خلطي كامل السميد تاعك مع الفرينه، ومن بعد ديري له الملح. انا الملح درت نص كاس، نص مغرف صغيره، وانتيا بيان سور الا درتي كونتيتي كبيره ذوقيه باش ما يجيكش مسوس. ومن بعد ديري كاس، ديري نفس الكيلة يعني، ديري كاس، ديري نص ماء ونص مزهر، والكاس دوزيام ديري الزيت. بيان سور ديما كي تبداي تخلطي بداي بالزيت، خلطيه كامل في السميد تاعك حتى يتشرب لك مليح. ومن الاخير ضيفي الماء، مي الماء انا درت الكاس، مي راح تشوفي على فان ما نديرش كامل الكاس، خاطر تو ديبون السميد تاعك اسكو يشرب ولا ما يشربش. انا بارامون السميد تاعي ما يشربش. دونك فوالا، كي تكملي الزيت زيدي البيضه تاعك، واكيد لا كونتيتي كي تكبريها تقدري ديري زوج بيضات على حسب لا كونتيتي بيان سور. انا درت كاس صغير، ومن بعد نكتب لك شحال يدي من مليمتر، من مليلتر. دونك هنا زدت الماء تاعي، كيما قلت لك الماء ديري شويه بشويه، دونك على حساب السميد اسكو يشرب لك ولا ما يشرب لكش. وما تنسايوش بيان سور تشجعوني، ديروا لي كومونتير، ديروا لي ان جيم، ولي سي هاد لا غوسيت ولا اللي يعرفها ويعرفها بطريقه اخرى يكتب لنا في الكومونتير. سينو كي تسيوها وتنجح لكم اكيد راح تنجح لكم، مش راح تندموا عليها. صراحه انا درتها طيبتها، قعدت لي حوالي 10 ايام، حطيتها في باطا، الكوت تاعها ما راحش يتبدل كامل، وعندها واحد الطعم اون ديغي الطعم تاع المقرط. دونك فوالا، انا الماء ما حطيتوش كامل. دونك هنايا ديريها شغل بولات ولا كريات، وغطيها بالبابي سيلوفان ولا بابي ليسونسيال، حاجه بلاستيك باش ما تيبسلكش والعجينه ما ديرلكش قشره، وخليها ترتاح حوالي 5 دقائق، ما تطوليش عليها. ومن بعد هنايا شكليها. انا خديت المول مدور، مي كل واحد واش حبيتو تشكلوها، تحبوا تقسموها مربعات ولا كما بغيتو. انا حسيتها شكل دائري جا شباب. والسمك انا نحب بزاف الفطير المذكر، المبرجات نحبهم كامل رقاق. من تيا حبيتي ديري تخشنيها شويه خشنيها شويه، انا درتها حوالي 1 سنتيمتر، ابري كل واحد والكو تاعو. هنايا دونك تشكليها، انا شكلتها كما قلت لك بالطابع الدائري، من كل واحد حر الشكل، يعطي لها الشكل اللي بغا، وتشد روحها تحكم ما تتفتت ما تذوب. وهنا المرحلة الأخيرة نجوزو للطياب تاعها. بيان سور كي يسخن لك الزيت مليح اقليها، اقليها من الوجهين حتى تحمر لك، امضي غيرك طيبي في المقرود تاعك. وكي تتحمر لك من الوجهين حطيها في العسيلة تاعك. العسيلة تاعك اذا كنتي موجدتها ديجا لازم تكون دافيه،
واذا وجدتيها توت سويت باي باغ اكزومبل نهار كنتي راح ديري لا ريسيت ماشي محتاجه تسخنيها، مي ليسونسييل العسيله ما تكونش بارده، تكون دافيه يعني كيما نقولوا، بصح ما لازمش تكون سخونه ثاني. دونك فوالا كي طيب هنايا حطيها في العسيله تاعك، عسليها مليح. انا الثلاثه حبات الاولين ولا اربع حبات الاولين ما عسلتهمش مليح، لخاطر على بالي بلي هما اللي نحطهم الاولين في الكسكاس وراح يتشربوا كامل العسل اللي تاع الحبات اللي راح نزيدهم. دونك سي بور سا ما خليتهاش بزاف في العسيله. منتيا اذا تحبي تعسليها مليح وديرتي كونتيتي كبيره، خليها تشرب العسل مليح وخرجيها. انا كعسلتهم كامل حطيتهم في الكسكاس ومن بعد هاد العسيله فرغتها كامل عليهم. دونك العسيله تاع كاس تكفي لك للكيله تاع كاس. دونك الا تبعتي نفس الكيله، دونك انا 3 كيلات تاع السميد اللي طيبت بهم العجينه كفاتني، كاس واحد تاع سكر كفاني باش ندير كامل لا روسيت وما بقات لي حتى قطره تاع عسل. دونك فوالا هكذا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون لا ريسيت عجبتكم. فرانشمون بنينه بزاف، ما راحش تندموا عليها، ديروها. ميم العنوان حتى ولا ندير غاطو ولا كسره ولا مو، هي نقدر نديروها نقدروا يعني هي غاطو ما تقدرش تكون كسره باسكو ديجا معسله وحلوه، تقدري تشربيها مع لاتاي ولا مع القهوه. دونك هكا وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم ميرسي بزاف على المشاهده، شجعوني ديروا كومونتير ديروا جيم، واللي جديد هنا في القناه ما تنساش دير ابوني. دونك تلاقاو ان شاء الله المره الجايه. سلام.